السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في حلقة أخرى من برنامجكم حكايات الهلالي. أول مرة في حياتي قبل ما نعود شي قصة أثرت فيا وغيت فكرتها، والله أنا عيني دمعت، لأن من قصوة ديال الألم اللي فيها ومن قمة الحزن اللي فيها، وبلا ما تقولي راك سمعتي شي قصة بحال هذه ولا شي نهاية بحالها، اليوم غادي نعاود لكم قصة ديال النجود. وقبل ما نعاودكم القصة ديال النجود، هذا البرنامج يلا بدينا فيه ومحتاجين للدعم ديالكم، لهذا إلا مازال ما مشتركش شارك في هذه القناة وفعل الجرس، كذلك خلينا شي جيم على هذا الفيديو هذا، كذلك شي كومنتير باش دائما تشجعونا ونزيد لكم مزيد من القصص. على بركة الله نبدأ قصة نجود. وش حال من واحد الدنيا داته بدلاته يا ونساته بعدته على الأحباب، ومن اللي جاي عود قع اللي فاته خلاته يا وفحياته تايه ماليه جواه. القصة دي النجود غادي تبدأ مني كانت صغيرة. أصعب شيء في الدنيا هو فتي يموت لك الوالدين، ومع الأسف نيت يموتوا لك بجوج وانت مازال صغير. ديك الساعة تضربوا كاع الحيوط إلا من رحم ربي. نجود ماتوا لها والديها بواحد الحديثة ديال سير، كانت في المدرسة تجي تتلقى بأن باباها وماماها ماتوا، صغيرة وما فاهمة والو، ما عرفة شنو هي الموت. غتشدها واحد عمتها كما تيقولوا بغات تربيها، عمتها ولدات واحد البنيتها صغيرة مرها وليات. غتخرج نجود من القراية باش تقابل ليها بناتها، ومع الأسف ولات ديك البنيتها الصغيرة اللي محتاجة للحنان وفقدان ديال الوالدين. وحتى ربي قال لنا فما اليتيمة فلا تقهر، وهاد نجود مسكينة وصلت القمة ديال القهر. من أصعب القصص اللي سمعتهم وأثروا فيا قصة نجود، بحال تنقولو حتى تتزين الأيام وتجيك شي تصرفيقة تطيحك وتتهرسك أكثر من الأول. هادشي اللي وقع مع نجود. فما عليناش، مسكينة خرجتها من القرية باش تقابلها ولادها، بنت صغيرة محتاجة تلعب، شدت مسؤولية وهي صغيرة، عمتها تمشي تخدم وهي مقابلة لها ولادها. خاصها تخرقهم وخاصها تطيب وتصبن وتصيق، وإلا ما درت شي حاجة العصا تاكل العصا، حنا راه دايرين فيك غير خير نجود، راه إلا مشينا خليناك غادي ياكلوك الديابة في الزنقة، يا غادي تقبلي علينا كما هكا يا برا. ديما ديك كلمة برا ودايرين فيك خير كبروها معاها مسكينة منين كانت صغيرة، يا تسمعي وديري يا الزنقة تتسناك. مسكينة صابرة على داك الحال. واحد المرة داك الوليد الصغير طاح، فاش طاح تفلق وخرج ليه مهم تصاب. غتجي مو أولدي ويلي بغيتي تقتلي لي ولدي وانتي ما حاضياش الولد، وشدتني قتلتني أخويا بادر بلعصة، قهراتني بلعصة لدرجة أنا غتدخلني الطواليطة تقولي والله إيتا غتباتي فيها باش نوريك ما تقابليش الولد الصغير. قلت لي الليل كامل وأنا نعسة في ديك الطواليطة مظلمة، عرفتي وخايفة، عرفتي جالسين وما على براتي تياكلوا وأنا جالسة في ديك الطواليط بيتها، والخوف عرفتي شنو واحد ولد دري صغير تخشي في الطواليط، عرفتي الإحساس ديال دري صغير ومخلوع وفي الطواليط مسكين في الظلام. هادشي اللي قعد شنو وجود مسكينة يوميا القهرة 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 القهرة. غادي توصل مسكينة 18 عام، غادي يكون عندها تليفون، غادي يصوني عليها واحد خينا، لولاد الحرام فاش يجيو في طريقنا، وخصوصا ملي تيعرفوا ما عندكش ظهر
وخصوصا ملي تيعرفوا راه ما كاينش اللي دافع عليك، وخصوصا ملي تيعرفوك راه كيتيم، تيزيد يبرك عليك ماشي تيشد بيديك، تيزيد يقهرك. مسكينه واحد النهار صونا لها واحد، الو السلام عليكم، واش كاين فلان؟ لا اسمح لي اخويا راك غلط في النمره. وشكون انتي؟ انا فلانه. واش ممكن تعرفوا على بعضياتنا؟ مسكينه محتاجه لشي واحد يسمعها، محتاجه لشي واحد يهضر معها. مسكينه لقات داك السيد دا تتعاود ليه راه عمتي دارت لي وعمتي تدير لي وتتشكي، واحد باغي يقوي داكشي اللي دارو مسكين راه مقهور. مسكينه بدات تتعاود ليه بحسن النيه، وانا وشنو واقع لي وعمتي شنو تدير لي وعمتي شنو تتفعل لي. استمرت ديك العلاقه واحد المده، ويقول لها شوفي انا غادي نصيفط لك الفلوس، غتشدي الكار وتجي عندي وانا غنتزوج بك. اجي لدارنا. لا 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 ما تجيش عندك عمتك، هذيك عمتك تبغي تخليك الخدامه عندها. لا بغيتي تتزوجي بيا انا كنبغيك كنحماق عليك، شدي الكار اجي انا غادي نصيفط لك فلوس ديال الترونسبور غدا. داكشي اللي كان. مسكينه بدات تقول وانا في القهره وانا في هذه نمشي نتزوج، نسر راسي مع ولد الناس هذا تنبغيه ونسر راسي. مسكينه غتمشي تهز الفلوس وغتمشي بحوايجها اللي لابسه وما تهز مسكينه والو. مشات عند مول الكار، ركبات مشات لواحد المدينه الفلان فلانيه، غتلقى بصح تيتسناها. اهلا الحبيبه ديالي وكي دايره وبروك وعلى فرحت فاش شفتك، شوفي راه كريت اليوم واحد الدار يلاه نمشيو ليها غنباتو فيها ترتاحي فيها، ومن بعد غنمشيو عند العدول، ومر عند العدول غنمشيو لدارنا مع والديا وغتعيشي معاهم، اش بان لك؟ داكشي اللي كان. قالت لي وانا الوراق؟ قال لهم غدا ان شاء الله الوراق ديالك غنمشيو نقادو معنا وياك ونصوبو انا وياك الوراق، كون يعني مهم لعب لها بعقلها بمعنى الكلمه مسكينه. فمسكينه غتمشي معاها للدار، صافي راجلي هذا مسكينه واحد ما عايش في الدنيا، ما عارفش ما قراش ما تحكش مع الناس، كي عارفه غير الدار ما عارفه والو. فمسكينه هيدي لها شرافه، هيدي لها شرافه، غتقص معها تقريبا شي 3 ايام بحال هكاك. افلان يلا نصاوبوا الوراق، ها واخا غدا ان شاء الله نمشيو انا وياك، مازال ما سخيت بك الحبيبه ديالي ان شاء الله راه غادي نقادوا الوراق غدا ان شاء الله، غدا اليوم غدا اليوم غدا. قال لها شوفي اليوم راه غادي نطلق ديك الدار اللي انا كاريها، يلا غادي نديك عند واحد السيده، انا غادي نمشي للعروبيه نجيب غير الوراق ديالي ونمشي معاك باش نصاوبوا الوراق ديالك ومشيو نتكاتبو. واخا غادي ديها لعند واحد السيده، غادي تدخل للدار. سمعوا التحرميات اللي كاينين، كاينين بعض الناس راه قمه الخبز، عرفتي شنو هي وحده يتيمه دير ليها هكا؟ عرفتي شنو هي وحده يتيمه تحقر هاد الحقره هادي؟ حيت مسكينه ما عندهاش ظهر، حيت مسكينه ما عندهاش غير ربي. فمسكينة غادي يديها لواحد الدار، غتقص فواحد البيت، غتجي تلاقى ديك السيدة اللي دا عندها شوية، جبت ليه الفلوس وتقول ليه هاك الفلوس ويقولها نوجود أنا جاي، وغادي يمشي. مسكينة بدأت تتسنى واحد شوية، قلت لها فين هو فلان؟ قلت لها كيفاش فين فلان؟ فلان راه مشى بحالاته. قلت لها لا فلان غيتزوج بيا، فلان جابني باش يتزوج بيا ومشى يجيب الوراق من 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 دوارهم وغايجي. فلان راه مشى وهذوك الفلوس اللي عطيت راه جابك ليا وخلت تخلصتي يا بنتي. ما يمكنش، انا السيد هذا راه بغيته. اشوف يا شريف انت جيتي هنا ما عرفتي شنو غديري، جيتي باش تبيعي شرفك. ما يمكنش، كيفاش ضحك عليا؟ مسكينه وتتبكي وانا ما قادراش. قالت لها شوف، وخصوصا كاينين بعض الناس مساكن ما عندهاش شخصيه، مسكينه شخصيتها ضعيفه، كاين هذاك البنات اللي تخافت وبالسيف عليها قالت والله وتمشي وديري وتفعلي تنوريك، اقسم بالله تنصيفطك للحبس ونفعل لك. مسكينه قالت لي خويا خفت،
وتحقرت وتظلمت وما عنديش تنفهم غير بقيت تيت انا بكي لا غد ليه ولي درني اخويا بادر انا ناعسه غتنوض تفيقني نوضي نوضي ايه نوضي تخدمي على راسك شنو نوضي رجاك واحد الكليان ما نقدرش اخويا بادر جاب واحد خينا لابس واحد جلابه والله يلفح الريحه ديال الغنم ريحه الغنم اخويا بادر الريحه ديال الغنم فيه وحشمت حشمت نحيد حوايجي قدامه وجات هي تقول وحيدي وكتا وبدات تغوت عليا قدامه نضوج حيد لي حوايجي صحا انا ما باغاش والله ربي اللي شاهد انني ما باغاش وما كيما قداش نهضر ما عندي حتى شي دار ما عندي اللي دافع عليا وما فاهمه والو ما عارفه والو ما عرفت حتى شي حاجه تحيد لي حوايجي اخويا بادر صحا مني شدني وتنحس بالرده ريحته كرهها خنز وتحط علي يديه فالسلام مني اقسم رب الكعبه وربي اللي خالقني وخالقك اخويا بادر الى عطى فيا 30 درهم اقسم بالله الى 30 درهم باش تباعيت اول مره ولات مره جوج عشره 11 12 كل مره تجيب لي تجيب لي واحد وتقول له ما دي راه مازال جديده هادي راه مازال جديده دخلوا عند هادي ديروا عند هادي باش انا نجيب ليها الكليان وديما بقى تجي ما قداش نهضر ما حملهاش راسي لدرجه ان الحمام اخويا بادر الحمام تيدينا واحد خينا تيوصلنا الحمام ويجيبنا باش ما نهربوش ولا نديروا شي حاجه اسمحوا لي نقطع هذا المهم فاش يبغيو لدرجة انهم يمشيو للحمام ضروري خاصو يخرج معاهم شي واحد باش ما يهربوش خويا بادر دوز تقريبا ديك 8 شهور حتى النهار بديت نحس بالردة ما فاهم والو واخا كنت نقول راه الكرشي تضرني وتمضرض السيدة ما تسوقاتش ليا شوية تعطلات عليا المهم فهمتو سيدة ما تسوقاتش بعد نهار تجي تقول لي وراكي حاملة خاصنا نشوفو شي حل ليك ها انا ما عرفتش شنو هاد الشي حاملة كيفاش حاملة شنو غندير دابا فين هو المصير ديالي وفين شنو غيوقع في المستقبل قلت لي اخويا بادر والله العالي العظيم الا خلتني توصلت لخمس شهور خمس شهور اخويا بادر يعني الواحد تقدر توقع عليه شي حاجه واستحاله انه يطيح في ديك الوقيته وتكون صعيبه واحد النهار غتجي تقولها نوضي غنبغي ناكل تقولها لا ما تاكلي والو قلت لها علاش قلت لها نوضي تبعيني قلت لي غادي دينا غنمشيو عند واحد السيده وهذيك السيده غدينا عند واحد الطبيب غادي يجي يقول لهم تا اخوا عندي تا اخوا داكشي عاد دخل بقينا جالسين اخويا بادر تقريبا من تلديك 8 ديال الليل بحال هكاك تما عرفت بلي غادي يطيحوا عليا الالم قلت له اخويا بادر نعسوني بدات يخدم فيا وانا في خاطري ما بغاش داكشي يطيح ما بغاش داكشي ما بغاش نقتل روح ما بغيتش ندير شي حاجه تغضب ربي انا عارفه غدير هادشي راه ولكن والله ما لخاطري ولكن باش نقتل الروح صعيبه قلت لي بدات يحادي فيا مابقيتش قادرة نزيد نصبر مابقيتش قادرة واحد شوية صافي بديت تنعرق بدات تجيني الدوخة بديت تنغوت بالحريق تنغوت هي تجي تسد ليا فمي هو تيقول لي عافاك سكتي يا بنتي باش نلقاو ليك الحل تنقول لها راه هي اللي دارت لي هذا المشكل هذا راه انا ما بغاش نطيح
راه هي اللي دايره هذا الشيء. تقول عافاك سكتي يا بنتي. صافي مكسرت الغوات والسخفه وداك الالم غيبت، ولكن انا حاسه شنو تيقولوا. تيقول صافي البنت غتموت، الدم ما بغاش يوقف الموت، البنت غتموت. هادشي تنسمعو في ودني، تنسمع بين لي صافي راه غادي تموت لينا في يدينا. اش درنا؟ اش فعلتي؟ اش تركتي؟ اش داني ندير شي حاجه؟ اش داني نفعل هادشي؟ شويه تيجي لحدايا تيقول لي نوجود فيقي، نوجود نوجود، وتنحاول نفيق. وعطينا تلقيت فمي ناشف وحسيت به جا حدا راسي وبدا تيصرفقني تيقول لي فيقي فيقي فيقي، حاولي ما تناسيش، حاولي ما تناسيش. وفاش بديت نرد شويه الوعي تلقى فمي ناشف، ما عنديش حتى قطره ديال الريق، ناشف ناشف، ما بغيت غير الماء، وعرقانه عرقانه 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 وما قداش نتنفس. وتيبقي يبوسني على جبهتي عافاك بنتي نوضي نوضي، حاولي غير ما تناسيش انت، حاولي يبقى تسمعي الهضره ديالي. فالسلام ما قداش يقول لي سمحي لي يا بنتي، سمحي لي على الشيء اللي درت لك، ولكن والله هذه التوبه عمرني نعاود بنتي ندير لشي وحده هكا، عمرني نعاود ندير شتي غير مني منعتي لي يا بنتي، والله لا عاود قصد شي وحده. وهي بدات تقول لا سيري كنتي غتخرجي عليا، واخر مره اخر مره تعاودي تجولي تجيبي لي شي وحده. مشيت للدار اخويا بادر معاه سخفانه سخفانه، ما قداش دس ايامات ومازال فيا العيا. وتقول لي وانا وضيت خدمي على راسك، عافاك خليني رحميني شي شويه، عافاك راني ما عندي لا جهد لا تن باش نهضر، واخا هكاك ما رحمتنيش. صاف قلت هاد المره غادي ندير لي ليالي، غنخرج من هادي، تعطيني فلوسي حيت قبل قالت لها شوفي انا راه غادي نبدا نجمع عليك الفلوس حتى النهار تجمعي بمبلغ كبير ونعطيهم لك، وسيري ديري شي مشروع في حياتك ولا ديري شي حاجه في حياتك. قلت صافي اخويا بادر غادي نمشي عندها، واللي بغى يوقع يوقع، عطيني فلوسي وغنمشي بحالاتي ونمشي نبدا حياتي جديده. تسنيتها جات، السلام عليكم، عافاك بغيت فلوسي باش نمشي بحالاتي. فلوسك؟ فلوس اللي حياتي كامله وانا تنبيع في لحمي على في لحمي على قبلهم. اين فلوس؟ فلوسي. قلت لها يا غتمشي يا غادي نجيب لك اللي يقتلك عصا، يا غادي نصيفط امك للبوليس حيت هي عندها المعارف. ياك يا تربي راسك مع الحيط، يا تجلسي واكله شاربه مرحبا، ما بغيتيش يلا الزنقه. ياك كاين شي حوايج ما تيبغيوش يتفهموا ليا والله. فباش ما نطولش عليكم القصه، صافي غادي تمشيو ديباني راسها في الزنقه، تتبريكولي كل مره مع واحد، ولكن هاد المره ولات هي تتشد الفلوس، مشات كرات مع واحد صاحبتها في نفس الدومين. هنا عاد غتبدا القصه، هنا واحد القصه وحده اخرى عاود النهاية ديالها. ما تقول ليش راك سمعتيها ولا فايت سمعتيها، فما عليناش. كريو يدك صاحبتها كل مرة تمشيو مع واحد مع جوج كده، واحد النهار غادي تطيح صاحبتها بواحد السيد تتعرفوه في نجمان، وهذاك السيد اللي تتعرفو كان مع واحد صاحبه، هاد صاحبه ساكن مع هذيك ليامات، جا لعندو باش يقلب على خدمة وجلس مع صاحبه، وفاش تلاقاو تلاقاو بربعة. أفينا فلانة أفينا فلانة، هذه صاحبتي هذا صاحبي، وكي دايرين شنو نديرو هاد الشي سهرة؟ قالت لهم ويكن، قال لهم راه فلان راه ما تيسهر ما تيدير حتى شي لعبة. قالت لها شوف أنا نجي ونجلسو ونقصرو مع بعضياتنا وهادي. قالت لي صاحبتي يلاه معايا. قالت لها راه صاحبو قالك ما تيقصر ما والو ما تاش. قالت لها شوفي راه كلشي تيقول ما تيقصر ما حتى لعبة ما حتى هادي، ولكن راه فاش تجي الوجيبة راه حتى واحد ما تيزقل. قالت لها غير نوضي. مشاو عندوك الناس للدار هذوك الدراري، قالك بقينا جالسين في الاول مجموعين، غادي نوض صاحبتي وداك السيد غيدخلوا للبيت. قلت هذا هو هو راه غادي ينوض، هو غينوض، هو يدير شي حاجه، هو يقول شي حاجه. بقى ساكت بقى ساكت، وشعل التلفازه وتتفرج في التلفازه، وبغيت نحاول نجبد معاه الهضره
ايوا حتى انا نخرج بريكول باش صاحبتي نحاول ندبر سيد والو صاد كاع البيبان عشوي ويقول لي خساره اختي. قلت لي علاش؟ قلت لي زعما وجهك اختي ما بينا ماشي ديال هذا الشيء. علاش اختي؟ قلت تخينا هذا دابا بغى يدخلنا دوك الدخلات اللي تيدخلونا بزاف ديال الرجال وداك الشيء. اه تيقول لي شنو اللي خلاك اختي تجي؟ صافي وانا كان قلبي طايب بديت نعاود لي راه ما تسميمات كدا هادي دوزت من ظروف صعيبه انا ماشي لخاطري. بدا تيقول لي لا وما كاينش شي مبرر وكدا وممكن تبداي وتخدمي بالحلال وتخدمي بهادي وما عطيتوش شي اهميه. شويه قلت لي انا غادي نمشي نعس باش تضرب بلاتي شويه وكدا راه غير هذيك الهضره وشويه غادي نوض بحال كاع الرجال وصافي. فرش نعس شتني غريبة أنا واحد بحالك. السيد وصلت وقيتة ديال الفجر هو خارج مشى غادي يمشي يصلي في الكوزينة. ويلي هذا ما صلى حتى هي ما بغى يصلي في البيت مشى صلى في الكوزينة بدا تيصلي الفجر. فاش قلت له علاش ما صليتش كون صليتي هنايا؟ ويقول لي سمحي لي هاد البلاصه هي راكي عارفه ما يمي مدناسه ما يليقش نصلي فيها قد نصلي في الكوزينه وفهمتي هي اللي غتكون نقيه وصافي. شوف مازال بنادم زوين عجبني الحال تلقى فهاد الزمان شي واحد بحال هكا حيت ما عمرني لقيت شي واحد بحال هذا عجبني الحال. فقلت له لي راه ارتحيت نهضر معاك خليني نمرتك وان شاء الله الا جيت للمدينه ديالك ونتشافوا وهادي مسكين بحسن النيه قال لي اه مرحبا بحال خشي مرحبا حتى جيتي شي حاجه مرحبا. هو مسكين ما عندوش حتى هو غير باش يكوفري ما لقاش الخدمه مش رجع لمدينته. واحد النهار وانا نعيط ليه اهلا فلان حتى هو ولا تيعيط ليا ولا ديما يسول عليا وبدا تينصحني وخاصك ديري وما بعدي من ديك الطريق. والله ديك النهار فاش شتك خشي ما شفت واحد الانسانه نقيه وما بغيتش وصراحه ما عجبنيش الحال نشوفك في هذيك الحاله وحسيت بانه صادق مادام ما قاصنيش الا وراه صادق مسكين على هذيك الهضره اللي قال. فبديت نهضر معاه ولا بحال صديقي المقرب كل انا نعيط ليه صافي ولا تيقول لي ما ديريش هذه ما بقيتش نديرها ولي تمشي تنخدم. هو مسكين لقى واحد الخديمة على قد الحال كذلك ونعيط ليه وكذا. واحد المسكين هو يقول لي واحد الهضره جاتني غريبة قال لي نقولك واحد الحاجة أنا الصراحة بديت تنبغيك ولكن أنا بغيت نتزوج بك ولكن إلا تحلفي لي أنك عمرك تجرج عيدك الطريق وعمرك تديري شي حاجة خايبة وكما زعما أنا غنسترك نتمنك طلعي معايا بنت الناس. قلت لها انا نحطك تاج فوق الراس باش تعرفوا بالصح كاينين اللي بالصح ما تتعجبهمش ديك الطريق وتدوم اول فرصه تبعدهم ديك الطريق. قلت لي والله يا بادر جوجت به الا دايرين حصيره وفوق ديك الحصيره دايرين واحد جوج ملايات هي اللي مفرشين وعندنا واحد الطبيله صغيره فيها ثلاثه ديال الرجال كانت توصف لي البيت ديالها وقالت لي في نفس البيت كاينه الكوزينه. قلت لي بقيت معها مور هذاك البيت مشينا كرينا في رطمه ومسكين تيخدم قال لي شوفي انت ما تخدمي ما والو وعمره مسكين حسسني بانه سرني عمرو قال لي نص كلمه. شوفوا الرجال فمسكين عمرو حسسني بانه سرني ولا قال لي شوفي انا سرتك فعلت لك. هادو هما الرجال قال لي شي يعتبرني احسن مرا في الدنيا وتكون عنده شي حاجه مسكين على قد الحال ينوض ويشري لي يشوفني ما لابساش والله العلي العظيم الا تيسمح في راسه يقول يلا نشري لك شي بيجامه يلا نشري لك يلا نفعل لك. واحد المره غادي نوض واحد النقاش بينو وبين راجل ختو كاين شي الناس لسانهم قاصح يقول ليه
واش صاحبك حنا كاع ما جايبين الخبر ديك مرتك؟ هذيك مرتك راه غير فاعله ومعروفه ودايره. قال لي بحال شي راجلي ولا بحال شي وحش. قال لي ما عقلش على راجل اختو، وقال له هادي حسن من اختي وحسن من عائلتك انت وحسن من اختك انت، ونهار تعاود جبد مرتي على فمك غنوريك. وبدا تيضربو. غار عليا، قلت واقيلا ما يرضاش وعرفتي درت ليه، وتنتسنى ديك رده الفعل. بالعكس جا عندي مسكين قال لي ما تديش عليهم، هادو راه ما مربينش وما دي. بالعكس مسكين ماشي يقول لي شوف انا درتي لي الشوها وفعلتي لي. مسكين قال لي شوف عندك تقلقي من ديك الهضره اللي قال، عرفتي شحال كبر في عيني. غدوز 5 سنين غايقول لي ما غاتولديش، لان تعطلت مشينا شفنا قالوا لي ما غاتولديش بسبب المشكل اللي ديال داكشي اللي طيحات. فقال انا نهار غاتولدي غتقدري تولدي بصعوبه، وحتى لحملتي غادي طيح، وداكشي كان صعيب بزاف 5 سنين. خويا بدر بديت تنبغيه، وبعض المرات الحب تيخليك انك تضحي. سيد جمع بزاف ديال الفلوس، دار مشاريع ديالو، ربي سهل علينا ولينا مزيانين، دار طونوبيلتو، درنا برطما فيها 3 ديال الطبقات، ولكن دائما داك النقص نشوفو. دار معايا كل شيء وحشومة يتحرم. واحد نهار نمشي عندو نقول ليه بغيت نهضر معاك، نقول ليها بغيتك نشوف ولادك وبغيتك تطلقني ودير وليداتك، وانا ما خاصنيش نحرمك، هذا اقل شيء نقدر نديره معاك على داكشي اللي درتي معايا. قال لها مسكينه ما تفكريش ديك الهضره، انا بغيتك بغيت وليدات، ولكن انت راه بغيتك وما نقدرش. قلت لي بديت نحاول معاه والو. هذا هما الرجال. هاد السيد نتمنى كل شيء يدير معاه في لي كومونتير. هادو هاد السيد الله يجعله من اهل الجنه، الله يجعله يدخل الجنه من اوسع ابوابها والله. فما عليناش، قلت لي بديت نحاول معاه، وانا نقول له شوف بغيتك تجوش. قال لي لا ومسكين ما بغانيش صراحة، هو بغى ولاد، وفي نفس الوقت انا عارفه تيبغيني. قال لي لا وما غاديش نديرها، وانا تنبغيك انتي وانتي يا كلشي في حياتي وما نقدرش. بديت نبزز عليه بالدرع باش وافق. مشيت انا خطبت ليه، وانا اللي مشيت معاه وخطبت ليه. غادي يتزوج اي حسيت بالغيره في الاول شويه، ولكن بديت نشوف غير داك التعامل ديالو تنسيني كلشي. مسكين غادي يتزوج وغادي يتحمل مراتو. خفت ان فاش غادي يولد صافي غادي يديه ديك المراه وغادي ينساني. والله الا عاد زاد بغاني قال لي تيهرب منها ويجي لعندي. قال لي شي مرات يكون بايت معاها وتيخليها في الليل ويجي عندي، تقول لها تنبغي غير نعنقك. فغدوز مده يدخل مسكين في الفلاحه، ولي تيبقي يفلح الاراضي ويبيعها. مسكينة قلت لي في ديك الفترة بديت نحس شوية ديال الدوخة، دخلني شوية ديال الشك، وهادي راه دخلني شوية ديال الشك. قلت واقيلا ياك ما يمكن ربي جاب التيسير، ياك ما ربي جاب التيسير. ما بغيت نقول ليه والو صراحة، ما بغيتش نقول ليه حتى شي حاجة. قلت سنتأكد مزيان، تا غادي نتأكد. غدوز ديك شهرين، واحد النهار غادي عيطوا لي عائلتو، اجي راه فلان مات. فاش كان تيفلاح شي مول التراكتور رجع وما شافوش ويدوز عليه. مسكينه اي لا الام. قلت لي دخلوه
تنقول لي اخوها مسكين ميت. قلت لي تنقول لي نوض والله هي حاملة. نوض ما يمكنش. حتى اللي بغيت النهار اللي بغينا نفرحوا به ومشيتي نوض. انا عارفك فايق وعارفك راك تسمع. ما يمكنش ما يمكنش. حتى النهار بغيت نفرحك انا ومشيتي. اوه لا لا ما عرفتي شنو هي تكون حياتك كامله منتظر تحمل من تحملي ولا تحمل من عماد السيد اللي تتبغي وما تسمعش ديك الكلمه راك راه حامله. قلت لي اخويا بادر يا هذيك ولدت وسميتو بسميتو. كانت من اصعب القصص اللي سمعتو. نتمنى من اي واحد سمع القصه ديال نجود اللي معاهم مع رجلها بالرحمه وهي بلاشك انا تكون تتفرج في هذا الفيديو هذا. نتمنى منك تخلي لها شي كومونتير ونتمنى انا الا كانت هي شافت هذه الحلقه ديالها انا تواصل معنا وتقولنا شنو هو الجديد ديالها. ونتمنى كلشي يدير عليها الجيم وإلا ما مشاركش شارك وفعل الجرس باش فوق ما حطينا الحلقات يوصلوك. وبقى لينا نودعكم دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم.